أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. تداول ناشطون تغريدة لمواطن أردني نعى فيها أطفاله الخمسة الذين قضوا في حريق اندلع بمنزلهم في منطقة الرصيفة في محافظة الزرقاء بالأردن. وقالت مديرية الأمن العام أن التحقيق الأول في الحريق الذي اندلع في منزل بمنطقة الرصيفة بمحافظة الزرقاء وذهب ضحيته خمسة أطفال أشار إلى وقوع تماس كهربائي داخل غرفة الأطفال. وكشفت التحقيقات الأولية أنه عند شعور والدهم بالحريق داخل المنزل حاول إخماده والاتصال لاستدعاء الدفاع المدني، إلا أن الأطفال كانوا قد انتقلوا إلى رحمة الله. الله يرحمهم طيور الجنة.